هل من السنة زيارة القبر أول أيام العيد؟ هذه من البدعة وليست من السنة. أن الإنسان كل يوم عيد لابد أول يوم العيد يروح أول شيء يزور المقبرة، هذه بدعة. لكن زيارة المقابر بشكل عام سنة، لكن لا تخصص إلا أول يوم العيد. يروح قبل العيد بيومين، روح قبل العيد بيومين، روح يوم العيد، بس لا يصير كل سنة لازم أول ما تصل العيد أول شيء تروح المقبرة كأنها صارت جزءا من الدين. هذا لا يجوز. يجب علينا أول زيارة القبور، لا نخليها بس يوم العيد. زيارة القبور مفتوحة في كل السنة، كل شهر روح، كل أسبوعين، كل أسبوع، بين يوم وترك، متى ما فضيت روح زور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالإنسان يزور القبور ويتذكر الآخرة ويدعو للأموات. فلا تخصص أن الزيارة بس يوم العيد، كأنك ما تعرف أهلك إلا يوم العيد أو أمك أو أباك أو اللي رايح تزوره، هذا غلط. لكن مع هذا إذا كنت لا تقول أروح أنا بالعيد وغير العيد، بس يوم العيد لازم أو يوم العيد أروح، لا هذه بدعة.